تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم وبحضراتكم من هنا من ارضيه ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في منطقه سويحان، وضمن اشاره سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفه ال نهيان ممثل الحاكم في مدينة العين. شوطنا الخامس انطلق منذ لحظات، خصص الابكار اللقاية وثلاثة كيلومترات مباشرة مع الصدارة، مباشرة مع المقدمة، مع البداية والقيادة. هذه شواهين مبارك مساء بن محمد الشدي المنصوري ياتي على الصدارة ويقدم لنا شواهين على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول والحضور بهذه اللحظات من خلال تواجد شعارك الدكتور على ظهر مياسة، الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ خذ المركز الثاني، المركز الثالث من القادمة والواصلة هذه لطامة، وعبد الله بن سعيد بن علي الكتبي ياتي مع المركز الثالث، المركز الرابع الوصول مع وبرة وسيب، او هنا ايضا سعيد بن محمد بن مبارك المهيري على ظهر وبره مع المركز هنا ايضا الرابع في هذه اللحظات. شوف الاسماء الاخرى، شوف الشعارات الاخرى القادمه الواصله والمنطلقه، الحاضره بالانطلاق، الحاضره بالابداع المميز. ولكن نعود مع شواهين، نعود مع شواهين على مقدمه هذا الشوط، على مقدمه هذا الانطلاق. مبارك بسير بن محمد الشدي المنصوري ياتي على المقدمة، ياتي على الصدارة، يعلن بانطلاق شواهين على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الانطلاق، على مقدمة هذا الابداع. يا سلام، الكيلو الاخير، عبرنا هذا الكيلو، عبرنا هذا الكيلو. يا هنا ايضا يا ابو سيف يتقدم على الصدارة، مبارك بن سيف هنا يتقدم على المقدمة بن محمد الشد المنصوري على صدارة هذا الشوط. شوف الاسم القادم، شوف الاسم الواصل. يا سلام، يا سلام، هذه لطامة، هذه لطامة قادمة مع المركز الثاني، وعبد الله بن سعيد بن علي الكتبي ياتي مع لطامة، ياتي مع لطامة المركز الثالث. وبرة قادمة، وسعيد بن محمد بن مبارك المهيري قادم مع وبرة. المركز الرابع، شوف الاسم الواصل، هذه رسا خليفة بن عبد الله بن النعيمي ياتي ويتدخل مع رسا، بدأت تتقدم من الرابع الى الثالث الى الثانية وعينها الى المقدمة. ولكن لطامة، ولكن لطامة، لطامة على الصدارة. عبد الله بن سعيد بن علي الكتبي ياتي على المقدمة، ياتي على الصدارة، ولكن بن ثانية، ولكن بن ثانية يتقدم في هذه اللحظات مع رسا، مع رسا خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، بن ثاني النعيمي ولا لكتبي، ولا لكتبي لمن ناموس هذا الشوط. لطامة، 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 ولا رسا، ولا رسا بن ثاني النعيمي، ولا لكتبي، ولا لكتبي. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، رسا ولطامة، لطامة ورسا. ياهي أمتار، ياهي معركة، ولكن لطامة، لطامة، لطامة. عبد الله بن سعيد بن علي لكتبي تهانينا والناموس. المركز الثاني رسا خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، المركز الثالث سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، المركز الرابع كانت مناورة وسالم بن مراش بن حديد الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، التوقيت الزمني هنا أيضا المرافق لهذا الشوط. نعتذر من التوقيت الزمني، تهانينا والناموس لمالك لطامة، هنا قدم لنا لطامة بالإبداع الأخير عبد الله بن سعيد بن علي الكتبي.